يشرفوني أن أحضر معكم اليوم باسم وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي فعالية هذا الحفل الذي ما فتئت بلدية عرفات تقوم به مشكورة كل سنة تشجيعا وتكريما للمتفوقين من التلاميذ والمتميزين من الطواقم التربوية. إنه لمن الجدير ذكر أن رقي الأمم لا يقاس إلا بتطور منظومتها التربوية. الأمر الذي يستحق لا محالة سيتحقق لا محالة مع إرساء المدرسة الجمهورية التي نعيشها اليوم واقعا والحمد لله. مدرسة لا قمنا فيها ولا فوارق، أبناء وطن واحد تحت سقف واحد، مدرسة واحدة وموحدة.